عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعاً. في البداية اللهم صيب النافعاً واجعل أمطار خير وبركة، وثانياً أحب أشكر الجميع على الاستضافة وإن شاء الله تعمل فائدة للجميع. طبعاً في أسئلة كثير حول تخصص الخدمات الطبية الطارئة، فين يشتغلوا، إيش عملهم، إيش دورهم كمقدمين رعاية في الخدمات الطبية الطارئة. في استفسارات كثير راح نجاوب عليها إن شاء الله في السنة الجاية. المسعفين بشكل عام ممكن تقسيمهم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو أخصائي خدمات طبية طارئة، وهو حامل لدرجة البكالوريوس من قسم الخدمات الطبية الطارئة بكلية العلوم الطبية التطبيقية. القسم الآخر هو فني خدمات طبية طارئة، وهو خريج وحامل لدرجة دبلوم من أحد المعاهد الخاصة. طبعا حديثنا اليوم راح يرتكز بشكل رئيسي على أخصائي الخدمات الطبية الطارئة. طبعا تخصص الخدمات الطبية الطارئة لدرجة البكالوريوس توفر عدد من الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية. من الجامعات الحكومية هي جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بفروعها الثلاث: الرياض، جدة، والأحساء. وللطالبات توفرها أيضا الجامعة، وهي الجامعة الحكومية الوحيدة ولكن بفرع الرياض فقط. جامعات حكومية أخرى مثل كلية الأمير سلطان التابعة لجامعة الملك سعود، جامعة جازان، وكذلك جامعة الدمام. الحديث عن الجامعات الأهلية توفرها للطلاب والطالبات بكليات الغد وكلية العناية. بالحديث عن برنامج الخدمات الطبية الطارئة، هو عبارة عن 4 سنوات دراسية وسنة امتياز، يتم فيها التعرف على عدد من الحالات المرضية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى أخذ عدد من المهارات السريرية للتعامل مع هذه الحالات بشكل كلينيكي. طبعا بعد الانتهاء من فترة البرنامج وإنهاء كذلك فترة الامتياز، يتم الخضوع لاختبار هيئة التخصصات الصحية للحصول على رخصة لممارسة العمل في أحد المستشفيات أو الهيئات. الحديث عن دور أخصائي أو أخصائية الخدمات الطبية الطارئة، هي ترتكز بشكل رئيسي على إسعافات الحالات المرضية من موقع الحادث، موقع الإصابة أو موقع الحالة المرضية وحتى وصولها إلى المستشفى. يختلف تعامل الأخصائي أو أخصائية الخدمات الطبية الطارئة مع الحالة تبعا للحالة المرضية ونوعها ومدى حدتها. طبعا بالحديث عن مدى الحاجة لأخصائي أو أخصائية الخدمات الطبية الطارئة في المجال الصحي، فالحاجة لهم كبيرة وملحة جدا. فطبقا لإحصائية هيئة الهلال الأحمر السعودي فقط للعام الماضي 2015، العام الهجري 1436-1437، أن مجمل الحالات في مختلف مناطق المملكة تمثل أكثر من 517,000 حالة. تمثل الرياض ومكة المكرمة أكثر من 250,000 حالة، وتتوزع باقي الحالات على جميع مناطق المملكة. بالحديث عن مجال العمل لأخصائي الخدمات الطبية الطارئة، تمثل هيئة الهلال الأحمر السعودي الأولوية، وهي الخيار الأول لجميع أخصائي خدمات الطبية الطارئة، حيث أنها الجهة المسؤولة والأساسية في المملكة العربية السعودية لإسعاف جميع الحالات الطبية الطارئة. الجهات الأخرى تتمثل في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني لتغطية الإسكان الخاص بها، المستشفى العسكري لتغطية الإسكان الخاص به، كذلك عدد من المستشفيات الخاصة لتغطية الحالات الإسعافية الخاصة بها. الخيارات الأخرى أيضا تتمثل في العمل داخل المستشفيات في وزارة الصحة. كما تحدثنا سابقا، دور أخصائي أو أخصائية الخدمة الطبية الطارئة هي إسعاف الحالات المرضية من موقع الإصابة وحتى وصولها إلى المستشفى. أما في من يعمل داخل مراكز الطوارئ في المستشفيات الحكومية أو الأهلية، فهم أشخاص درسوا في كلية الطب وتخرجوا من كلية الطب وتخصصوا في طب الطوارئ. أخصائي أو أخصائية الخدمات الطبية الطارئة هم أشخاص مهيئون بشكل كلي للتعامل مع جميع الحالات الإسعافية الطارئة بتنوعها وباختلاف مدى حدتها. يساعدهم في ذلك معرفتهم الكاملة ومهاراتهم الكلينيكية اللازمة، كذلك وجود عدد كثير من الأدوية معهم للتعامل مع هذه الحالات، وجود جميع الأجهزة اللازمة للتعامل مع جميع هذه الحالات الإسعافية الطارئة. دور أخصائي وأخصائية الخدمات الطبية الطارئة هو دور كبير وهام وفعال في المجتمع، وتأكدوا دائما بأنهم على قدر كبير من المسؤولية وعلى قدر كبير من الثقة بأنهم ذو علم كبير ومهارات لازمة للتعامل مع جميع الحالات المرضية. لا تترددوا أبدا في حال وجود أي حالة إسعافية، نحن نتشرف بخدمتكم. نحن أخصائي وأخصائيات الخدمات الطبية الطارئة في أي وقت وفي أي مكان. في النهاية أحب أشكر الجميع على الاستضافة، وإن شاء الله كنت خفيف ظل عليكم واستفدتم من الموضوع. هذه هي البداية فقط، والقادم أفضل بإذن الله تعالى.
بالنسبة لطلاب وطالبات الخدمات الطبية الطارئة، شدوا حيلكم، احنا ننتظركم والمجتمع ينتظركم، والله يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.